نادي، حيث حمل معها القميص الأخضر والأحمر، ويمارس يوميا مع أصحابه كرة القدم المصغرة، إما في المدرسة أو في الحي، وكان يلعب الكرة في أكادير وخصوصا في الأحياء التالية، حي السلام وحي القدس وحي التمجيد. وكان معروفا وقد لعب كذلك في اتحاد ورزازات، لكن هذه المرة لفريقه الإماراني، وقد توج بمجموعة من الدوريات سواء التي تنظم في عيد الأضحى أو في رمضان.